اهلا وسهلا بيكم في مطبخ غالي. النهارده هنتعلم ازاي نعمل مسحوق اوتوماتيك جل. فدلوقتي انا عندي هجيب اي نوع مسحوق اوتوماتيك حضرتك بتفضليه، هجيب منه نص كيلو مسحوق اوتوماتيك، وهجيب صابونتين غسيل بالصابون العادي اللي هو بتاع زمان ده بتاع الغسيل، وهجيب علبة كلوروكس، وهجيب ازازة خل وكيس فانيش. طبعا احنا مش هناخد ازازة الخل كلها، بس احنا دلوقتي هنتعلم الطريقة واحدة مع بعض، واحدة واحدة. دلوقتي بشرنا الصابونتين زي ما انتوا شايفين كده، وجهزنا اول حاجة. اول خطوة بنعملها بعد ما نبشر الصابونتين، بنجهز معانا الاريال والفانيش، ونجيب 4 لتر مية نحطهم على النار لما تغلي خالص، عشان لما هتغلي هنحط عليها الصابون وهنقعد نقلب لحد ما الصابون يدوب خالص، عشان تطلع منك الطريقة كويسة وحلوة وما تبص منك ويبقى زي بالظبط المسحوق الجل اللي انت بتشتريه من بره. هنعمل كل خطوة باتقان. يعني الاول لازم المية تكون بتغلي درجة غليان عالية، بعد ما تغلي هنحط عليها الصابون المبشور، وهنفضل نقلب لحد ما يدوب الصابون، وبعد ما يدوب خالص هنحط الاريال والفانيش، وهنشوف بعد كده هنعمل ايه. دلوقتي زي ما شايفين كده المية غليت على الاخر، هبتدي احط الصابون واقلب لحد ما الصابون بتاعي كله يدوب. بسم الله الرحمن الرحيم. اما الصابون بتاعي هيدوب خالص، هبتدي بقى احط الاريال والفانيش، وهسيبهم من 3 لـ4 ساعات لحد ما الاقي المية دي هتبرد خالص، وهلاقي المسحوق بتاعي دوت الصابون والاريال بقى عبارة عن عجينة. هبتدي يا اما لو عندي مضرب بيض هبتدي احط بقية المقادير اللي هنقول عليها ونضربهم بمضرب البيض، يا اما لو ما عنديش عادي مش مشكلة في الشفشق بتاع الخلاط هنحط الكلور والخل والباقيين، وهنبتدي ناخد شوية شوية ونضربهم في الشفشق بتاع الخلاط كده. هو الصابون بتاعي قرب كله يدوب، عشان انا بشراه صغير خالص، داب معايا الصابون، دف المية. بسم الله الرحمن الرحيم. ابتدي احط الاريال او البرسيل او بونكس او اي مسحوق انت بتفضلي، اقلب الريحة بتاعته جميلة، ريحة نفس المسحوق اللي انت مفضلاه وبتحبي الريحة بتاعته هو اللي هتستخدميه. هحط كيس الفانيش، برضو بودرة زي المسحوق ده، بنحطه عشان خاطر ممكن تستخدميه ممكن تحطيه ممكن لا، بس ده لو فيه هدوم بيكون فيها اتساخ عالي، بتاعت اطفال فيها اتربة كتيرة فيها بقع، فالفانيش دوت بيساعد ان الهدوم ديت البقع بيطلع منها. هبتدي خلاص كده انا قلبتها ودوبت الصابون والمسحوق مع بعض في المية، هبتدي اسيبهم بقى، هغطيهم واسيبهم 4 ساعات، من 3 لـ4 ساعات لحد ما الاقيهم كلهم اتجمعوا وجمدوا اقدر ان انا احط عليهم باقي المقادير. لكن احنا لو حطينا المقادير كلها، يعني لو حد استعجل وحط المقادير كلها مرة واحدة وقال كده كده ما هي هتقعد مع بعض هتتفاعل، لا بالعكس هيدي نتيجة مش حلوة
مش هيبقى بالجودة اللي انت هتستخدميها، لكن كده انت هتستخدميه مجرد ان انت هتشتري حاجات بحوالي 20 أو 25 جنيه. ازازة الخل هتستفيدي بيها بعد كده انت في البيت، انت هتاخدي منها بس كوبايتين وبقية الازازة هتفضل عندك. برضو الكلوروكس الالوان هتاخدي منه كوباية واحدة وهتسيبي الباقي، برضو ممكن تستخدميه المرة تانية. هيديكي مسحوق غسيل جل يعني حوالي مثلا ايه 5 لتر. شوفي انت اللتر بتشتريه بكام من بره، فانت كده هتبقي وفرتي كتير جدا في تمن المسحوق. ونظرا للغلا بقى وغلو الاسعار اللي احنا عايشين فيها، فاحنا بنحب نوفر من اي ناحية، وياريت كل اللي يجرب بعد كده برضو يقول لنا الرأي بتاعه. دلوقتي زي ما شايفين كده دي العجينة بتاعتي بعد ما ايه سبناها، انا سبتها 5 ساعات. بعد ما سبناها 5 ساعات هنجيب كوبايتين خل نحطها عليهم، وكوباية كلوروكس الوان، وهنقلبها وبعد كده هنعملها في قلب الخلاط. وكده بعد ما خلصنا ضربنا المسحوق بتاعنا في قلب الخلاط، بقى عندنا دلوقتي مسحوق اوتوماتيك جيل نغسل بيه، وكده يبقى احنا وفرنا اكتر من 100 جنيه في كمية المسحوق اللي احنا عملناها. وهتجربوها وهتعجبكوا قوي، واللي عايزة تجربها بمسحوق عادي لو غسلتها في اوتوماتيك وعايز تعمل مسحوق عادي، هي نفس الطريقة، بس بدل ما بتحط النص كيلو مسحوق اوتوماتيك بتحطه مسحوق عادي. ويا رب الطريقة تعجبكوا وجربوها، ويا ريت تشاركونا تعملوا اشتراك في القناة وتشجعونا كده بإعجاب. متشكرة جدا.